الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. سهل أمورنا ويسر أعمالنا، بلغنا مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، يعني أنا أشكر الأخ المقدم على هذه النبذة التي يعني قدمني بها، ولا يعرف حشو الثوب إلا صاحبه. لم أكن موجها أول، كنت في التوجيه التربوي في دولة الإمارات، ثم انتقلت إلى تركيا، عملت نعم في الخطابة والدروس، والآن ما زلت في جامعة كربوك. كلفت بهذا الموضوع، وقد يجر المرء بالسلاسل إلى الجنة، فجرني الأستاذ المهندس عبد الله السباعي لهذه الدرس، لهذه المحاضرة جرا. وأنا أشكر الله عز وجل قبل شكره وقبل ثقته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ويسر، وأن ينفعني وأن ينفعكم بهذه المحاضرات التي تعنى بجانب من جوانب الإسلام الذي غفل عنه الكثيرون. قد يقول كثير من الأخوة الحاضرين: ما لنا ولإيقاظ الهمم وشرح الحكم، ونحن في بلاء وعناء وتشرد، ونحن في غربة لا يعلم مدى معاناتها إلا الله، نحن في محنة كبيرة مع أعداء الإسلام الذين تكالبوا علينا وتداعوا كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، نحن في حال غير هذا الحال الذي أنتم فيه، أنتم مستريحون والناس في تشردهم في خيامهم في عنائهم في بلائهم، وأنتم تتكلمون عن إيقاظ الهمم وشرح الحكم. الحقيقة أردت أن قبل أن أبدأ بشرح الحكم بإيقاظ الهمم لابن عجيبة رحمه الله، أردت أن أقدم هذه التوطئة البسيطة لإخواني الحاضرين ولمن يسمع من بعد. لا يمكن لنا أن ننتصر على أعدائنا إلا إذا انتصرنا على أنفسنا. لا يمكن لهذه الأمة أن تحظى بالرفعة والعزة والكرامة ما لم ترجع إلى الله رجوعا، يعرفها معنى لا إله إلا الله. نعم، في هذه الثورة المباركة التي قامت وكانت عاقبتها كما ترون، كانوا كلهم يقولون ما لنا غير إلا الله، وكلهم يرفعوا راية لا إله إلا الله، ولكن الله عز وجل هو العليم بالسرائر، وهو الذي يكشف الضمائر. وإن طالت المحنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكرهوا المحن، أو قال: لا تكرهوا الفتن، في آخر الزمان فإنها تبير المنافقين. فالمدة التي طالت على هذه الأمة، خاصة أهل الشام، أهل العراق، أهل اليمن، أهل لبنان، أهل بلاد الشام خصوصا، المحنة التي دامت لا تحسبوها شرا لكم، بل هي خير لكم. أعظم فتنة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم افتري وافتتئ على عرضه، قال الله عز وجل: لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. ونحن نعلم متيقنين أن الأمة إلى خير قادمة إن شاء الله تعالى، ولكن بعد أن يأذن الحق سبحانه وتعالى. وبعد هذه التوطئة التي يمكن أن تكون أساسا للنصرة، أساسا لنصرة هذه الأمة، أن ترجع إلى ربها، أن ترجع إلى حقيقة الوجود. نحن في الإسلام أمام ثلاثة أسس، ثلاث دعائم: الإسلام والإيمان والإحسان.
هذه دعائم الدين، هذه دعائم الدين، إسلام وإيمان وإحسان. فالإسلام هناك من عني ببيانه في الفقه وأصول الفقه والحديث والتفسير وما شابه ذلك، وهناك الإيمان من عني بعلم الكلام والعقيدة التي استعد لها كثير من أهل العلم من المؤمنين. لكن مقام الإحسان الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام ثالث ركيزة لهذا الدين. عندما جاء جبريل عليه السلام وحدد له الركائز الثلاثة وقال له والإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام الإحسان، وهو العمود الثالث، العمدة الثالثة لهذا الدين. يقول ابن عجيبة رحمه الله: مقام الإسلام يعبر عنه بالشريعة، ومقام الإيمان يعبر عنه بالطريقة، ومقام الإحسان هو الحقيقة. فالشريعة تكليف الظواهر من الصلاة والصوم والحج والزكاة، هذه الشريعة. والطريقة تصفية الضمائر، تصفيتها من الأقدار، تنقيتها من العيوب، من الأمراض، من الأسقام، من الفواحش الباطنة التي حرمها الله عز وجل بقوله: ويحرم عليكم، يحرم فواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية. فالشريعة تكليف الظواهر، والطريقة تصفية الضمائر، والحقيقة شهود الحق، وهو مقام الإحسان. وشهود الحق كما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الشريعة أن تعبده بالأركان، بالحج، بالزكاة، بالصوم، بالصلاة. الطريقة أن تقصده بتوجه قلبك، والحقيقة أن تشهده بأفعالك. الإخلاص حقيقة، ولكن الإحسان شهود. لذلك ورد عن أبي بكر قوله: ما مددت يدي إلى شيء، أو قال: ما رأيت شيء إلا ورأيت الله قبله. ومذهب الصوفية عادة هو هذا المذهب. هؤلاء الذين سموا بالصوفية هم الذين عنوا بهذا الحال اللي هو مقام الإحسان. فلا بد عندهم من عمل الجوارح اللي هي الأركان: الصلاة والصوم والحج والزكاة، ثم تنقية البواطن بقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تصفية البواطن والمجاهدة، وهذا هو الإيمان. يعني عمل بدون تصفية البواطن لا فائدة منه. كان عبد الله بن أبي بن سلول يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته انفتل عبد الله بن أبي بن سلول إلى الناس وقال: جاهدوا عن رسول الله، ودافعوا ونافعوا عنه كما تنافعوا عن أزوركم، حافظوا عليه. ولكنه كان إيمانه، كان قلبه غريب عن الإيمان، كان يطعن بالإسلام. نعم عمل بالظواهر، ولكن البواطن كانت خاوية، لذلك عده الله من المنافقين. فإذا اتجه بالإيمان وأخلص النية فتح الله له أسرار العبودية. فاعلم أنه لا إله إلا الله، علم أن لا إله إلا الله،
علم أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول مسلم. هذا هو مقام الإحسان الذي تعمل عليه علماء السادة الصوفية المخلصون لهذا الدين. جبريل عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، دله على المنهج الذي ينبغي أن يسلكه العبد للوصول إلى الله تعالى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه الآية التي وقفنا عندها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فواحش ظاهرة هي الكبائر التي يقع فيها الإنسان من الخمر ومن الزنا من السرقة من الرشاوة من الربا من أما الفواحش الباطنة فالرياء والنفاق العجب حب الشهرة حب الظهور حقد على الناس الحسد، هذه فواحش لا يعرفها إلا العارفون إلا الذين سلكوا هذا الطريق طريق الإحسان. ولا بد لوصول طريق الإحسان من أن يسلك طريق الإسلام أولا، لا بد أن يتحقق بالشريعة، يجتنب المنهيات يعمل بالمأمورات، يربي النفس على الهداية، يطهر القلب من الأخلاق الذميمة والسيئة ويحليه بالأخلاق الحسنة. طهر قلبك من الأعمال السيئة يملأه الله لك بالعلوم والأسرار الطيبة. هذا المنهج الذي يستمدونه من كتاب الله وسنة رسوله، ولا بد من اتباع ومن اجتهاد العلماء وأئمتهم. هذا يسموه علم التصوف، الذي ينفر من هذه الكلمة كثير من الناس. لا تسميه تصوف، سميه علم التزكية، سميه علم الأخلاق، سميه علم السلوك، سميه علم التربية، سميه ما شئت، لكن لا بد منه. لا يكفي أن تتعلم أركان الدين التي تمثلت في الإسلام فقط من الأركان الخمس: الصوم والصلاة والحج والزكاة وشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا بد أن تسير إلى الإخلاص في العمل، عمل بدون إخلاص لا فائدة منه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الرجل الذي هاجر إلى المدينة وكان يحب إحدى النساء هاجر من أجلها وترك أهله ووطنه وهاجر من أجل هذه المرأة اسمها أم قيس. صار الناس يقولون هجرة أم قيس، من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة يصيبها أو دنيا يؤثرها فهجرته إلى ما هجر إليه. فلا بد أن يكون الإخلاص اللي هو الإيمان الصادق حاضرا. بعد ذلك يأتي مقام الإحسان الذي نحن بصدده الآن. مقام الإحسان الذي عمل عليه السادة الصوفية المخلصون، صحيح فيه بالتصوف الآن يدعون التصوف كثير من الناس، كثير ممن يلف العمائم الكبيرة والسحب الطويلة ويتمتم ويدعي الكرامات وهو بعيد عن الإسلام، إنما يبغي مجد الدنيا. ويعطيه الله مجد الدنيا ولكل امرئ ما نوى، يعطيه كل إنسان يعطيه الله ما نوى. قال الله عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كل شيء بدك إياه بيعطيك إياه، بدك دنيا من كان يريد الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من خلاق. فبعض المشايخ الذين
حطوا العمائم على رؤوسهم والسبح بأيديهم وأطالوا لحاهم وادعوا التصوف والتصوف منهم براء، هؤلاء الذين شوهوا هذه السمعة وادعوا الكرامات وادعوا ما شابه، كل ذلك كذب على الله ورسوله. لذلك الصوفية المخلصون قالوا الاستقامة عين الكرامة. وقال الإمام الجنيد: إذا رأيت من يتربع في الفضاء أو يمشي على وجه ماء ولم يكن ممسكا بكتاب الله بيمينه وسنة رسول الله بشماله فاعلم أنه زنديق. وقال الآخر: من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق. زنديق الذي يتصوف ولا يتفقه، الذي لا يمشي على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع زنديق. والزندقة شر الكفر والعياذ بالله تعالى. لذلك أريد من أحباب السامعين والحاضرين ومن يسمعون ومن يأتي بعدهم يرون، أريد أن تفهموا أن التصوف علم يدعيه البعض ولكنه منهم براء. لا يمكن أن يكون الرجل مخلصا إلا إذا كان متبعا لسنة رسول الله والصحابة الكرام الذين اتبعوه بإحسان في كل صغيرة وكبيرة. نعرض أعمالهم على الكتاب والسنة، فإن وافقت بها ونعمت مرحبا به، هو من ساداتنا، وإن خالفت نلقي بأقواله في لجنة البحر. نحن الآن أمام كتاب اسمه إيقاظ الهمم في شرح الحكم، والحكم هي حكم ابن عطاء الله السكندري. وابن عطاء الله السكندري هذا نسبة إلى الإسكندرية توفي سنة 709 هجرية كذلك. هذا كان فقيها مالكيا عالما جليلا، وكان ينكر على الصوفية، وكان يقول: كل علم ليس نحن عليه فهو هباء لا يقبل. حتى التقى بعباس المرسي وسمع منه ما جذبه إلى التصوف، فصار هو أحد أركان الطريقة الصوفية الشاذلية، وصار يلقب بقطب العارفين وترجمان الواصلين رحمه الله. كان الإمام ابن عطاء الله السكندري رجلا صالحا عالما، يتكلم على كرسي في الأزهر، يوضع له الكرسي ويجتمع خلق كثير لسماع درسه. وكان لوعظه تأثير في القلوب، وكانت له معرفة بكلام أهل الحقائق وأرباب الطريق، وله ذوق ومعرفة بكلام الصوفية بعد أن تلمذ على شيخ أبو العباس المرسي تلميذ أبو الحسن الشاذلي. وكان ينتفع الناس بإشاراته وبكتبه، وينتفعون بعلمي له تفسير في القرآن، تفسير إشاري من أروع التفاسير. اشتغل بالعلوم العلوم الشرعية في صبا واللغوية، ولكنه بعد أن تعرف على الشيخ المرسي أصبح رجلا من رجال الطريقة الشاذلية. كان يقول: من قال أن هناك علما غير الذي بأيدينا فقد افترى على الله عز وجل. فلما التقى بأبو عباس المرسي واستمع إليه بالإسكندرية حاز إعجابه، فأخذ عنه طرق الصوفية وأصبح من أوائل المريدين. وصار يقول عن كلامه القديم: كنت أضحك على نفسي في هذا الكلام. ثم تدرج ابن عطاء في منازل العلم والمعرفة حتى تنبأ له شيخه أبو العباس
قال له الزم يعني هذا الطريق، فوالله لئن لزمت لتكونن مفتيا في المذهبين، يعني مذهب أهل الشريعة وأهل الحقيقة، يقصد مذهب طبعا الفقه ومذهب التصوف. ثم قال والله لا يموت هذا الشاب، وأشار إلى ابن عطاء، لا يموت هذا الشاب حتى يكون داع إلى الله وموصلا إلى الله، والله لا يكونن لك شأن عظيم، والله لا يكونن لك شأن عظيم، والله لا يكونن لك كذا وكذا. وكان كما أخبر شيخه رحمه الله. طبعا كان من خير التلاميذ ابن عطالة السكندري شيخ الشافعية تقي الدين السبكي، الذي ينكر على كثير من الصوفية المدعين. السبكي شيخ الشافعية ومرجح في المذهب الشافعي، كان من تلاميذ ابن عطاء الله السكندري، ترك مصنفات كثيرة وراءه ابن عطاء، منها لطائف الفنن أو لطائف المنن في مناقب أبي العباس شيخه وأبي الحسن يعني الشاذلي، وله تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس، كتاب رائع جدا لو قرأتموه، من أبدع ما كتب في إصلاح النفوس، في إصلاح القلب. وله مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح في ذكر الله الكريم، وله هذا الكتاب الذي بين أيدينا اسمه الحكم العطائية على لسان أهل الطريقة، وهذا الكتاب من أهم كتبه، وقد حظي بقبول عظيم وانتشار كبير، لا يزال يدرس في بعض كليات الأزهر إلى الآن. كما ترجم المستشرق الإنجليزي آرثر آربري الكثير من هذه الحكم العطائية إلى الإنجليزية، وترجم بعضهم إلى الأسبانية، وقرأت كثيرا مع شرح الرندي عليها رحمة الله عليه، وهو الآن مدفون بسفح مقطم بالقاهرة. من ذهب إلى هناك يمكن أن يمر بجبان السيدي علي أبو الوفا، فيجد هناك قبر لابن عطاء الله السكندري رحمة الله عليه، وبجانبه مسجد كبير يسمى باسمه كذلك. قالوا عنه كثيرا، يعني الشيخ أحمد زروق صاحب القواعد، قواعد التصوف، قال عنه أنه كان جامعا لأنواع العلوم والتفسير والفقه والحديث والنحو والأصول، وكان متكلما على طريق أهل التصوف، واعظا انتفع به خير كثير. ابن حجر العسقلاني قال في الدرة الكامنة: صاحب الشيخ أبو العباس المرسي صاحب الشاذلي، وصنف مناقبه ومناقب شيخه، وكان المتكلم على لسان الصوفية في زمانه. الإمام الذهبي الذي كان ينكر كثيرا على المتصوفة المدعين، قال عنه، عن الشيخ ابن عطالة السكندري: كان له جلالة عظيمة، ووقع في النفوس، ومشاركة في الفضائل، وكان يتكلم بالجامع الأزهر فوق كرسي بكلام يروح النفوس. وقال عنه الكثيرون. أما شارح الكتاب، شارح الحكم العطائية، علم من أعلام التصوف، أحمد ابن محمد ابن عجيبة الإدريسي الحسني الشريف المغربي، ولد قرب مدينة تطوان في قرية بجانبها اسمها مدشر أو مدشرة، نعم، سنة 1161 هجرية. اشتغل بتعليم القرآن الكريم والطاعات والصلاة، حفظ القرطبية في الفقه، وحفظ الآج الرومية في اللغة ابن 10 سنين. أتم حفظ القرآن وعمره 9 سنين. أخذ العلم عن مشايخ عهده، يعني هؤلاء أخذوا علم الظاهر وعلم الحقيقة، علم الشريعة وعلم الحقيقة، علم الأركان، أركان الإسلام، وعلم الإيمان، وعلم الإحسان.
طبعا اشتغل بالتدريس هذا مدة طويلة، له كتب كثيرة منها إيقاظ الهمم في شرح الحكم والفتوحات الإلهية، وله كتاب من أفضل ما كتب في التفسير الإشاري اسمه البحر المديد، في تفسير القرآن المجيد، تفسير القرآن لكن بالإشارة، وهو من أجمل ما قرأت في تفسير الإشارة. شوف هذا آخر. طبعا توفي ابن عجيبة سنة 1224 بالطاعون، وكان في بيت شيخه البوزيدي بقرية غمارة شرق مدينة تطوان، دفن فيها ثم نقل إلى قريته بعد ذلك. هذا ما أردت أن أقدمه عن أول شيء ناولنا هذا الكلام عن التصوف، وبعد ذلك الذي كتب إيقاظ الهمم في شرح الحكم، وصاحب الحكم رحمه الله. والآن نبدأ بدايتنا في هذا الكتاب المبارك إيقاظ الهمم في شرح الحكم، تأليف أحمد بن عجيبة رحمة الله عليه. نعم، أحد الأخوة يمكن يضع الكتاب الآن على هو على الشاشة سيدي. إيه بس افتحوا لنا على الباب الأول. يؤتي الحكمة من يشاء سبحانه وتعالى، حتى ما نتكلم عن الصوفية موضوع التصوف كذا، هذه مقدمات، لكن نريد أن نصل إلى الحكمة الأولى، العمل وما ورد فيه. هذا الباب الأول. لما كان علم التصوف إنما هو نتائج الأعمال الصحيحة وثمرات الأحوال الصافية، قال من عمل، النبي عليه الصلاة والسلام، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. بدأ الشيخ ابن عجيبة كتابه بهذا الحديث المبارك للنبي عليه الصلاة والسلام: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وإن كان في هذا الحديث ضعف، لكن له يعني ما يحسنه من الروايات. من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. هذه أول حكمة للإمام ابن عطاء السكندري رحمة الله عليه ورضي الله عنه، اعتمادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم أورثه علم ما لم يعلم. ولو رجعنا إلى هذا الحديث وقلنا: من لم يعلم، من لم يعمل بما علم، سلب الله عنه ما علم. إذا أردنا من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، لكن إن لم يعمل بما علم الله سبحانه وتعالى يسلب منه كل شيء، كل شيء إذا أنفق منه ينقص إلا العلم، كلما أنفقت منه زاد. إلا العلم كلما أنفقت منه زاد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعانا أن نعمل، أن نعمل بما علمنا، يورثنا الله أمرا لا نعلمه، واتقوا الله ويعلمكم الله. وهذا هذا الفعل يعلمكم فعل مضارع يفيد الاستمرار والدوام. ما دمت تتقي الله بعام بعلمك تعمل به، يعطيك ويعلمك شيئا آخر. يقول الشيخ ابن عطاء السكندري: من عمل، من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل.
كثير من الذين عملوا فلما حانت فرصة فشل قتلوا أنفسهم. الذي يعتمد على العمل لا يكون نهايته إلا الفشل. الأصل الاعتماد على الله عز وجل. الاعتماد على الشيء، هذا شرح ابن عجيبة، هو الاستناد إليه والركون إليه، والعمل حركة الجسم والقلب، عمل بالجوارح، عمل باللسان، عمل بالقلب. فإن تحرك الإنسان بجوارحه بما يوافق الشريعة، يعني صلى وصام وحج وزكى، تسمى طاعة، بما يوافق الشريعة، يذهب إلى المسجد، يتكلم القول الصدق، يصلح ذات البين، يصل الأرحام، هذه طاعة. وإن تحرك بما خالف الشريعة يسمى معصية. هذا في أمر الشريعة، هذا أمر العمل بالأركان، العمل بالجوارح. والأعمال عند أهل الفن، يعني عند أهل التصوف، على ثلاثة أقسام. الصوفية، إن شئت تقول أهل التزكية، إن شئت أن تقول الذين يعنون بالإحسان الذي هو الركن الثالث للدين، انتبهوا له، الركن الثالث للدين نسمع به ولا نتجاوب معه، إسلام وإيمان وإحسان. جبريل، إنما أتى هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. لما بلغ قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة والزكاة ثم رمضان تحج البيت. قال صدقت. عجبنا له، يسأله ويصدقه. ما الإيمان؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. قال صدقت. وما الإحسان؟ الركن الثالث، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. من منا تحقق بهذا الركن الثالث؟ فلما انصرف قال يا عمر تدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لذلك أهل الفن، يعني أهل هذا، والفن نسبة إلى الفرع. الله سبحانه وتعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان. والأفنان جمع فن وجمع فنن، وهو الفرع، يعني ذوات أغصان، ذوات أفروع. والحياة الدنيا كلها أنواع وفروع وأقسام. ففن التصوف، أي علم التصوف، هذا النوع، هذا الفرع من فروع الدين الذي هو مقام الإحسان. هؤلاء الذين عملوا بهذا الفن، بهذا العلم، قالوا العلم، العمل ينقسم إلى ثلاث أقسام: عمل الشريعة، وعمل الطريقة، وعمل الحقيقة، أو تقول عمل الإسلام، وعمل الإيمان، وعمل الإحسان، كله ضمن ما أراد الله عز وجل للمؤمن أن يعلم. أو تقول عمل العبادة، يعني من الصلاة والصوم والحج، وعمل العبودية، وإخلاص لله، الإخلاص، صدق النية، التوجه، وعمل العبودة، أي الحرية، أن يتحرر الإنسان من شواغل الدنيا وتنطلق روحه إلى بارئها. أو تقول عمل البداية، وهي عمل الإسلام، وعمل أهل الوسط هم أهل الإيمان، وعمل أهل النهاية الذين تحققوا بالإحسان. فالشريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده. كيف تشهده؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هكذا يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام. أو تقول الشريعة إصلاح الظواهر، إصلاح العمل الظاهر للناس، الأعمال الظاهرة من صوم وصلاة وحج وزكاة، إصلاحها مطلوب لا بد منه. ارجع فصلي فأنك لم تصلي، ارجع فصلي فأنك لم تصلي،
ثم علمه عليه الصلاة والسلام كيف يحسن الصلاة باطمئنانها وحركاتها وقراءتها وما شابه. هذا إصلاح الظواهر. والطريقة إصلاح الضمائر، إصلاح الضمائر، إصلاح القلب، ما وقر في القلب. كثير منا يعيش ويموت وباطنه خراب، كثير منا يعيش ويموت والرياء يرافقه. كم تعلمون من الذين بنوا المساجد فأبوا إلا أن يكتب اسمهم عليها؟ كم ممن عملوا أعمال الخيرية من بناء المدارس، من بناء صروح العلم، من حفر الآبار، من وضع السبيل، وأبوا إلا أن يكتب اسمهم عليه. كم ممن طبع المصاحف وأبى إلا أن يكتب اسمه عليه؟ لماذا؟ لأنه يريد أن يقال. أول ما تسجر النار بالثلاث، كما ورد في الحديث الصحيح، بعالم وجواد وشهيد. يؤتى بالعالم فيعرف نعم الله عليه فيعرف فيقول ماذا عملت؟ يقول يا ربي علمت فيك العلم وأقرأت القرآن وكذا. يقول كذبت، وإنما علمت ليقال عالم وأقرأت ليقال قارئ، اسحبوه على وجهي في نار جهنم. وكذلك يؤتى بالجواد الكريم الذي أنفق مالا كثيرا والناس مدحوه عليه، عمل الأعمال الخيرية، يعرف نعم الله فيعرفها. يقول ماذا عملت؟ يقول يا ربي بنيت مساجد، عمرت المدارس الشرعية، يا ربي بنيت التكايا، حفرت الآب. يقول كذبت ليقال جواد كريم، وقد قيل اسحبوا على وجهي في نار جهنم. وكذلك الشهيد، كم وكم ممن يسمى شهيدا وليس بشهيد، يؤتى فيعرف نعم الله عليه فيعرف يقول ماذا فعلت؟ يقول يا ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت. يقال كذبت، ولكن قاتلت يقال جريء شجاع. ويشيع باسم الشهيد وتبنى له القباب باسم الشهيد. كم قبور زينت وجهت ثرى تحتها أنجس من ميت المجوس، كم. لذلك إصلاح القلوب أمر مهم لا بد منه. بعد إصلاح الظواهر لا بد من إصلاح البواطن، لا بد أن تصلح قلبك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا. الشريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده. توجه بكل عملك إلى الله، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا من المسلمين. والحقيقة لإصلاح السرائر، هذه الحقيقة التي أن تعبد الله كأنك ترى كل شيء يتعمله، تعتقد أنه يراك وينظر إليك. قال أحدهم لجأت إلى شيخ وتعرفت إليه فقلت أوصني، قال حافظ على قولك الله معي، الله ناظري، الله مطلع علي، حافظ عليه، داوم عليها. قال فداومت عليها فعرفت الله بها، عرف الله، داوم على قوله دائما الله معي، الله ناظري، الله مطلع علي. هذه هي الحقيقة، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كان. أعلم أن الله معك، يراقب صغيرتك وكبيرتك. ألم تعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ إصلاح الجوارح يعني إصلاح الظواهر بثلاثة أمور.
بالتوبة والتقوى والاستقامة وإصلاح القلوب بثلاثة أمور: الإخلاص والصدق والطمأنينة، وإصلاح السرائر بثلاث أمور: بالمراقبة والمشاهدة والمعرفة. إصلاح الجوارح يعني الظاهر، أولا التوبة عن المعصية، التوبة عن الغفلة، التوبة عن كل الشهوات التي تعرض على النفس فتتوق إليها، التوبة. ثم التقوى، أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. التقوى أن تقف عند حدود الله فلا تتعداها. التقوى أن تخشى الله في كل صغيرة وكبيرة، في أقوالك وأفعالك وأحوالك. ثم الاستقامة على ذلك، استقم كما أمرت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشر. استقم، داوم على التوبة والتقوى، المداومة على ذلك. أما إصلاح القلوب فلا بد من الإخلاص والصدق في العمل والطمأنينة، لا تكون متشككا، لا تكون مضطربا، لا تشعر بأنك تعمل شيء كلفة، مطمئن لعبادة الله، تشعر بالراحة والطمأنينة لطاعة الله. ثم إصلاح السرائر هي الأرواح بالمراقبة، داوم على أن الله يراني، الله معي، الله ناظري، الله مطلع علي. مشاهدة، أن تشهد الله عز وجل في كل عمل، في كل قول، في كل تفكر، في كل تدبر. ثم بعد ذلك المعرفة، تأتي المعرفة بعد أن تصلح الظاهر والباطن، تأتي المعرفة من الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هناك تفسير عن ابن عباس قال إلا ليعرفون، يتعرف على الله سبحانه وتعالى. تعرف على الله بالعبادة، تعرف على الله بالتوجه، نتعرف على الله عز وجل بالمراقبة، بالمشاهدة. أو تقول إصلاح الظواهر باجتناب النواهي وامتثال الأوامر. هذه الظواهر، أن تجتنب ما نهاك الله عنه من المحرمات، وأن تفعل ما أمرك الله به من العبادات. وإصلاح الضمائر بالتخلية من الرذائل والتجلية بأنواع الفضائل. طهر قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار. خلي قلبك من الرذائل يملأه بالفضائل. أما إصلاح السرائر، وهي هنا الأرواح، السرائر بذلها وانكسارها، تتعرف على الله عز وجل بذلك وانكسارك، تتعرف على الله عز وجل بلا حول ولا قوة إلا بالله، تبرأ من قولك، من حولك، من طولك، من كل شيء، حتى تتهذب نفسك وترتاب بالأدب والتواضع وحسن الخلق.